السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم نحضر معكم، دائما نغتنم فرصة العيد الكبير، نحضر معكم المرقاز أو السجق كما تسمى باللغة العربية. تحضير منزلي، نعمروه باللحم المفروم، نوريكم الطريقة، طريقة غسل المصران وطريقة تحضير المرقاز. بدون إطالة أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. لتحضير المرقاز المنزلي أو السجق كما تسمى باللغة العربية، نحتاج إلى الأمعاء الرقيقة، كنا غسلناها جيدا، عاود كرطناها، نحينا لها كاع داك الداء الخارجي بهكذا باش تولي ترونسبارونت، هكذا تولي شفافة بالسكين، ونكرطو لها كاع دوك الغشاء، يكون على شكل غشاء. نحتاج لحوالي 1 كيلوغرام من اللحم المفروم، نحتاج إلى لوغيغون، ملعقة كبيرة من لوغيغون، ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو، ملعقة صغيرة من الحر، هنا اختيار اللي ما يحبش يعمل الحر ما يعملش، حوالي باقة صغيرة من المعدنوس، هنا 2 معالق كبار مفرومين هكذا فرم رقيق، كمية من 5 فصوص أو 6 من الثوم، الملح حسب الذوق، هنا عملت ملعقة صغيرة، و5 ملاعق من الخل، هنا الخل. نبداو نحضرو في الحشو. أولا نعملو اللحم المفروم، نربيو عليه الثوم، هنا ولا نكرازيوها، فرمت 5 فصوص من الثوم أو 6، نضيفو هنا المعدنوس في هذه الكمية تاع 1 كيلوغرام، نضيفو الفلفل الأحمر حر وحلو، هنا اللي ما يحبش الحر ما يستعملش الحر، نضيفو لوغيكون، لوغيكون نعملوه بين يدينا، حطوه هنا، تنجمو تعملو الزعتر، نضيفو أخيرا الخل والملح عفوا والخل، ونخلطو، نخلطو الحشو. هنا نضيفو للحشو القليل من الماء، خصنا يكون شويه جاري باش يتمشى لنا، يكون ساهل باش يتمشى لنا في المصارل، خاصه اللي ما عندهمش الاله اللي باش يخدموا بها المرقاز. نتحصلوا على هذا الحشو، هادو كنا غسلناهم جيدا، هاد المصارل نقيناهم، غسلناهم في الروبيني، وعاود نقيناهم بالماء والخل، وعاود خليناهم ثاني في الماء. هنا كاين اللي يستعملوا حتى مع الجافيل، بصح من الاحسن ما تستعملش مع الجافيل، الخل فقط يقتل كاع الجراثيم. هنا سوف اريكم طريقه غسل وقلب الامعاء الرقيقه، بحيث نعملها تحت حنفيه الماء، نقلبها مساعدة الماء دائما حتى تسهل علينا، كما راكم تشوفوا في لا فيديو راني نوري لكم، بحيث راني ندخل في الامعاء في الوسط هكذا، ورا تنقلب بالماء، بالماء الماء يساعدني باش نقلب الامعاء. بعد ما غسلت الامعاء جيدا، نفدو السكين، ومن الجهه الغير حاده اي ظهر السكين، نكرطو هذه العصاره هذيك اللي تكون من الخارج، نحيوها حتى تصبح الامعاء شفافه، نعاود نغسلوها ونستعملوها في المرقاز او السجق. ناخذ الامعاء ونفدو هكذا قمح لمبوط كما نعيطو له، وندحيوه هنا في الراس، لاحظوا الراس هذا، ندحيوه هكذا في الراس تاع القمح، ونعينو هنا، نستعينو بالماء دائما باش يدخل لنا، توجور نغطسو يدينا في الماء،
هذه نظن عمليه سهله تاع القمع. نستغل فرصه العيد الكبير ونحضروا هاد المرقاز هادو كاع نحضرهم في البيت. هكذا نستمر حتى نكملوا كاع المصره اللي راه عندنا. بعد ما كملنا هكذا كاع المصران في الاخير نحزمو هنا نعملو عقده. نبداو هنا نملؤو في اللحم المفروم اللي كنا عملناه عطرناه ونعينو. العملية تجي سهلة. هكذا نواصلو بنفس العملية. قلت نستمرو بهاد نفس الطريقة هكذا نملؤو، ما نعمروهمش بزاف، نعمروهم 80% فقط باش نجمو نعاود نلويو ونشكلو الحبات المركز. نستمرو هكذا بنفس الطريقة. ملعنا كاع المصران بهذا الشكل وجينا هنا للاخير، هنا ننزعو ونحزمو. هي العملية شوية تاخد الوقت بصح هكذا نطوقو المركز تاع البيت. بعد ما كملنا تشكيل المركز عمرناه، الان نشكلو الحبات. نرفدو هكذا ونلويو هنا، نرفدو على قد الحبة ونلويو. نشكلو هكذا الحبات، نسيو نعملوهم قد قد ونلويو هكذا وندخلو واحد من هذوك التحت اللي يكونوا لتحت الأسفل. عاودنا نعملو نفس العملية هكذا. علاش قلت لكم ما تعمروهش كلشي كليا باش نجمو نعينو ونلويو. نقيسو الحبة مع اختها هكذا ونرفدو طرف من هذوك الاثنين وندحيو هكذا في الوسط. نظن العملية سهلة. هكذا نشكلو حبات كيما عند الجزار. نواصلو بنفس الطريقة نلويو ونقيسو الحبة اللي أنفاس ليها اللي تكون مقابلة لها بنفس الطول وندحيو طرف من التحت. نلويو ندحيو طرف. هذا هو المركز المنزلي. هذا هو المركز اللي نتحصلوا عليه. أنا كيما اليوم راني ماشية نشويه على الفحم، وانتوما تعاونوا ما تحبوا تستعملوه. نتمنى وصفة المرقاز تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، كذلك تبارطاجيوها عبر مواقع الاجتماعية. نشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.